طبعا مباراة يعني كنت عارف واتكلمت مع المدربين بتوعي قبل الماتش، عارف ان هي مباراة طبعا فيزيكلي تبقى جامدة قوي، وبالذات ان بول كسبني اخر 5 مرات، فالنهارده كان مختلف. النهارده كنت عايز اكسب طبعا. السكواش حتة الرانكينج دي بتبقى يعني مش تبقى في الحسبان قوي، كلنا مستوانا قريب قوي من بعض. بول كان رقم 1، انا كنت رقم 1. دلوقتي حتى الناس اللي جوه التوب 16 برضو لعيبة تقيلة قوي، فحته الرانكينج دي بتبقى بره الحسبان شويه. ممكن بالذات ان احنا كان في الفتره اللي فاتت كان في اصابات كتير، ولاعيبه لسه راجعه من الاصابات كانت جوه التوب 4 وتوب 5 على العالم، دلوقتي ابتدت تاني نزل شويه في الرانك، ابتدت ترجع تاني. ف بول طبعا لعيب جامد جدا، كنت عارف ان الماتش هيبقى تقيل، بس اللي غير بقى اللي هو السؤال التاني بتاعك اللي ساعدني، طبعا انا بلعب وسط الجمهور، بشكرهم طبعا جدا على كل التشجيع اللي من اول نقطه لحد اخر نقطه، وان شاء الله اتمنى ان في الماتشات اللي جايه طبعا يبقى فيه جمهور اكتر باذن الله ان شاء الله.